هذه بلدي، ولما بشروا حاجة من بلدي بشر حالي بالذكرى ترجع لورا. احنا كان يعني دكتور العيلة واحد سعيد الدجاني كان ساكن وين مدرسة؟ لا هذا اللي قلت عنه أبو عبد الرحيم إبالو. إبالو كان النادر وتوكسي اللي تحت شوي. أها. وبعدين كان في عندنا دكتور دكتور عكاوي. عكاوي. دكتور إيش ده عكاوي؟ هذا دكتور يا سيدي مسيحي أسلم. دكتور سفير فرنساوي، دكتور فرنساوي عربي كان في المستشفى الفرنسي. والدجاني كان كذا دكاتره. وفي عندنا دكتور برو هذا انجليزي. وفي هذا فتح مستشفى في الاردن. متزوج فرنسيه. ايش اسمه؟ بعرفه زي بعرفك انت. والله. فرعون هو. حسن بقولوا له حسن. حسن فرعون ايوه. حسن فرعون. شباب هو كان شباب. دكتور ايش هذا؟ دكتور اطفال. مظبوط. المحاميه ذكر المحاميه اللي كانوا بيها المحاميه المتميزين كانوا دار ابو السعود واحد ودار الحاج هذا الفاروقي. اذا عندك مكنات خراطة عندها مصنع كبير مصنع يكون عندك مكنات وعمال. الدرهلي كان عنده شارع الدرهلي هذا كان اسمه الشارع كان عنده عمال هو الوحيد اللي كان عنده مخارج فيها كان يصنعها هو مخارج وتخرط الاشياء البلاغي هذا بتعرف في حداد وفي خراط وفي ميكانيكي. اما اكبر مصنع اللي هو كان تحوي عمال عرب يهود واجنر للشارع في تل ابيب اللي اليوم عماره 43 طابق. هو اسسوه المصنع عائله المانيه اسمها واجنر. هم من الارض والعماره صاحب واجنر والمهندسين والفورمانس كليتهم المان. عندنا يعني حنا دمياني حنا دمياني هذا مثل ابي في كازوز ايش هذا هيك مكعبل هي ايش هالشركه كازوز ليموناد او ماشي الشركه وين محلهم كان هذا الشارع اول مش الشارع الثاني اللي هو عشان القدس كانت هنا مطاحن طحين شادي عطا الله مطاحن لغايه اليوم العماره عاليه هيك وفي عندك كمان مطحنه وين شارع يافا تل أبيب تطلع بعد شلوش على شاتك الشمال موجوده لليوم عماره قناه مطحنه الطحين لمين هاي كانت؟ بفكر لبيدس إن في العجل ما كانش في مطحنتين بياعين فوق صحن فوق دكان ما لعنا هون فوق وين الحناوي قباله هذي كان واحد حلمي واخوه محمد حلمي هذا اللي كان فاتح بكان تمار كلبوني حلمي اخوه كان متطوع في الجيش الانجليزي ما في اخذوا متطوعين يعني محمد شو المطاعم بيافا اثنين مطاعم كانوا مشهورين مطعم النصر النصر؟ هذا وين؟ بير السينما الرشيد العمارة كان اول مطعم السلام مطعم ايش؟ السلام شوف هدول المطاعم في منهم هذا بناني هذول كان مش بس سووا اكل شوي هذول سووا طبيخ محشي ما محشي كذا في كان عندنا واحد اللي كان مشهور يبيع كباب مشهور وين مركز البوليس وراه هذا كان بس الكباب تبقى عن بعد 2 3 متر تحت الكباب بعدين كان عندنا مشهور واحد اسمه الكلحة سوق البشبشين سوق صلاحي كن سموه هذا هذا كان على ايدك الشمال كلهم مطاعم كلهم يبيعوا لحمة حتى في كانوا يبيعوا لحمة جمال وطحل ام علي في احد الازقة اللي وين تدخل على السوق هذول اللي بيبيعوا عودة على الارض اول مخزن ثاني مخزن الكلحة هذا مشهور بالفول كل يوم عنده فول بعدين عندك تبع الساعة كان أغلبهم يبيعوا الحلويات. السينما الحمراء كانت أنا أول مغني حضرته
محمد عبد المطلب هذا اللي بيغني ودع هواك وانسان يا ولي اللي فات مع التالي واللي بيغني كمان ما تسألش علي أبدا هذا هو غنى هذا حط التربوش أنا بتذكر أول ما دخلت المنشية هيك أنا أمر من هناك عاد يكون نازل بأوتيل فينسر دائما قاعد هيك وأجا معاه وقت إسماعيل ياسين وشكوكو شكوكو كان بيفهم بقول لك شفتهم أنا بحكي لك إيش من الخيال شفتهم بعين شو عبد المطلب أنا حضرته يوسف وابا حضرته أبوي كان يجي له كارتات من المؤثرين كان عنده قهوة يده عنده أبوي شاف أم كلثوم سنة 1932 وعبد الوهاب ومعجوش أجا مرة عبد الوهاب كزيارة وأجا كان عندنا إذاعة الشرق الأدنى هو أنا وندر أمين براوس عبد الوهاب قال لي أبوي مرة لما انحدد أم كلثوم ما كانش في سينمات سووا بنوكة ومسرح من خشب توفيق الحكيم كان بيفضل برضه؟ شفته أنا شفته وين أول طلعت في تل أبيب حاطط مرأة تاكسي راحت تل أبيب سميت لي قبل ما بلش أكثر واحد شفته وعجبني دكتور يوسف ليش عجبك يوسف هيك؟ خليني أحكي لك ليش تفضل أنا يعني في الفترة اللي كان موجود فيها هو قعد فترة وبعدين لما رشح حاله ودال عندنا واحد من أعضاء البلدية اللي هو أحمد أبو لبن هذا الوحيد اللي ضل من البلدية وكان في عيلة واحد من دار خربطلي كان عنده عمارة فيها في تل أبيب وأمين مدراوس هدول لما أفرغت البلد وكنا عايشين على الأمل وقالت غزل أم كلثوم الأمل وغناه علي كنت في حب الضحية كنت رأي بالفرنسا من وين؟ في فرنسا هو خريج فرنسا بعدين مرته فرنسية ما حكيت لك أنه في احتجوا عليه أنه لا يحق له أن يكون رئيس بلدية مدينة عربية ومدامته فرنسية والقائد البريطاني اللي قال له مسك ورقة له مين انتخبوا؟ فرنسيين؟ بس بقولوا ما انتخبوهوش انتخاب اول شيء كان خلاف بالبلديه بين دار القطار وبين السعيد مش عارف ايش فرقه هو كان موظف كبير في الحكومه البريطانيه جابوه حطوه مؤقت كرئيس بلديه بالفتره هذه سوى شيء بيافه شوارع وما اشبه سوى نشرات بيافه بعدين كان انا شفته في كملنا يجي على ميناء يافا كان حيب لابس هيك حوت هيك فيصلية ومع حرس وراه وضيع في الفترة اللي قعد فيها سوى كثير يعني في فترة عدسة بعدين علقت المشاكل مع عربي يهود بس بقولوا أول واحد هرب من البلد هو دكتور لا يا أستاذي آخر واحد هذا وسلم هذا شو اسمه اللي تخافر اسمه أبو لبان؟ أبو لبان طب أبو لبان من الناس اللي ظلهم بعد الحكم العسكري وكان يوزع الناس مؤن يا أستاذ وكان يساعد الناس أما رئيس البلدية المفروض يضله هرب هو هرب؟ هربوله كل وجهي البلد هربت ليش؟ احنا بدنا رأس البلدية كانت جريتين يعني تستهلك أكثر في البلد فلسطين والدفاع فلسطين كان أولاد العيسى عيسى يهود العيسى في واحد يهود العيسى طردوا الإنجليز لأنه كان يكتب وفي نهود العيسى أجا أيام صاير شفت هيك قصير وبعدين جريدة الدفاع أولاد الشنطي أولاد الشنطي كان جريدة فلسطين الدفاع جريدة الشنطي بعرفش اليوم تغير الشارع هذا في كانت عملت بوست هذا بنوع متنازل بعد الشارع المنساوي الشارع اللي كان على إيدك كنت نازل هيك هناك كانت المطابع تبع فلسطين وجهة الدفاع كانت تجينا البوست من القدس كان في الدستور وكان في الصراط مع الصراط هدول جرد صغار هنا؟ كان هدول أول يافا تل أبيب في الأليدة في يمين مع ذلك كانت تجينا إحنا دائما أسبوعيا من مصر مجلات الاثنين المصور السينما
وتيجي لواحد كان وكيل من دار البوري، هذه اسمها البعكوكي. البعكوكي هاي منيحة، هذه من مصر. هذا كانت تجينا القطار يطلع أنا من المنشية كل يوم الصبح الجاي جايب مع مجلات وهذا. البعكوكي هذا المسخرة. مسخرة، حكوا لي إياها. فرق النادي الإسلامي هو تقريبا كان ياخذ بطولة فلسطين، نعم. اللاعب كان عنده الدعداء والدعداء وسمارة والأمبرجي وبعدين خيري مسكين نقتل في المنشية، ده كان لعب وينك أبو الجبين. أبو الجبين كان واحد قلت لك عنه، هذا الدرهلي. الدرهلي كان يلعب شمال شوية هو، بعدين الكابوك جنبه، بعدين اثنين أولاد الدعداء، واحد هاف باك واحد سنتر فور. هذا كان يلعب عن منتخب فلسطين، كان مؤلف آخر لعبة بتذكرها أنا مع الجيش البريطاني، مؤلف من مين؟ من لعيبة فلسطين. الهدف الهباب بك يميني، وقت يميني اسمه جورج رزق من أردوكس الأولس، هذا كان كابتن فريق فلسطين. والثاني اسمه مرديني، جورج مرديني تبع إسلامي حيفا، هذا تبع أردوكس حيفا. بعدين كان لازم يلعب سنتر فورد، هذا شو اسمه المشهور بالسوق السوري، كان مع جيش وقتها، حطوا الجول كيبر ابن دادش من القدس، الدادع جنبه، وبعدين وينج هذا اسماعيل نجار. بلشوا الانجليز دخلوا اثنين ثلاثة جول، بعدين غيروا جورج رزع قال له روح انت عشان هذيك هذا تغير لك النقوية، ترى واحد وقعوا من الانجليز، وكان عندنا في جيش انجليزي موزع بالسرفان مسوي منتخب، لأن متعادلين ثلاثة بثلاثة، اللي دخل الجوان سمارة واحد واثنين شو اسمه الدعدع. في مدارس شوف تقسم يافا من ناحية كمدارس، في مدارس اللي كانت كمؤسسات أجنبية تشرف عليها، مدارس فرير، كوليج دي فرير فرنسا، ضبيطة اسكتلند، ولا يتعلم هو ضبيطة، تيريسانتا إيطاليا. الأرثوذكسية مع لبن هي مدرسة عربية، ولكن هي تخص اليونان الأرثوذكس، لأنه هي العمارة ملك اليونان. لكن المدرسين اللغة كانت هي تعتبر اللغة الأولى في اللغة العربية الروسية. كان أبوها لماريت أنطونيت، هذه أنطونيت خوري ذات خوري، كان إمي علم إمي هذه اللغة العربية فوق، وكان هو مدرس العربي، كان يعلم عندنا في تلسانتا بالإعارة بس ربع ثانوي، كان مدرسة، لكن هو كان مختص الحكومة البريطانية عيته أو الأرثوذكسية العمرية. العمرية هناك لما أخذونا إحنا نطلع هويات، أنا نمرتي 171، يحطونا بدك تحط تكتب كل شيء برتاح بسنتة ببنى العمارة شلوها هناك. هناك مدرسة إيش هذه؟ مدرسة إيش هي اسمها؟ أنا بعرف المدرسة العربية دي. كان عندنا هنا بالشارع هذا، هنا تحت مدرسة البنا، بعدين لفوق وأنت طلع طلع هدوها كما كانت في مدرسة، طلع هذا وين هذا فاتح اليوم ال باباي؟ مطعم باباي، كانت مدرسة هناك. كانت مدرسة، بعدين بتمشي لقدام شوي وين هذه الساحة اللي كانت عندنا أيام عيد رمضان العيد، كان يجيبوا مرجيح. بعدين خطوط يافا، أول محطة بصوت كانت ليافا، سرع ال صلاة صلاحي في زراء هيك دية، وفي هذه كانت أود الإنشراء أود العايش وين هذا المطعم تبع شو اسمه أبو كلحة، كان يوقف البساط هيك، نمرة واحد نمرة اثنين نمرة ثلاثة نمرة ستة، نمرة واحد خط العجمي يطلع، بعدين انتقل وين؟ انتقل وين مركز البوليس بالساحة هذه يوقفوا بالساحة يوقفوا، بعدين البوليس ضج منهم حطوا شارع الإسعاف عاد يوقف نمرة واحد آخر خط. نمرة واحد كان بس واحد يطلع من وين الساعة ما الله جدا
يمين وين فخري وينزل شارع شارع 60 ضلوا ماشي طلعوا ويطلع طلعت مهن هذا عبد الرحيم وينزل النزلة ويرجع برجوع على شارع ويرجع على المحطة بعده هذا نمرة واحد نمرة ستة نمرة ستة يطلع من هون لغاية حدود بطيان بتفيقان نمرة ثلاثة يطلع من شارع هذا وين الجسر ينزل وين هذا غاية الدجاني ويرجع جروت الشلايم ونمرة اثنين هذا بخط يربط بعد تل أبيب بيافا يطلع ينزل يلف سوق البشبشين هذا يدخل المنشية يوصل لوين لعاية كنا مغربية ويرجع هذا كان رابط كان ركابه يهودو بعدين عندك خط بصاد القدس وحيفا وين السينما النوغة تبع مسايم يوقف هناك بعدين بساط اللي كان يروح الكرم ونابلس وين مين اصحاب الشركه هي عفوا على المقاطعه الشركه الوطنيه العربيه بعرف مين اصحابها بعرفش اللي بعرفه ولا في مساهمه السينما الحمراء كانت مساهمه في من دربوا شبين وفي وفي في اما اصحاب السينما مثل الرشيد ولد الفلاح الفلاح هذا اكبر تجار اخمشه كان عندنا